وارتباطا بالموضوع، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك شرعت عدد من المستودعات المتخصصة في اعتماد الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المحلية ووزارة الصحة خلال عمليات تسويق المواشي أدوات التعقيم والكمامات حاضرة هذه السنة في أجواء العيد، مع انطلاق العد العكسي وسط كل هذه الإجراءات. تم منع المحلات العشوائية خلافا لسنوات الماضية. تفاصيل أوفى في رابورتاج حمزة سعود ورشيد دوش. انطلاق العد العكسي لاستقبال عيد الأضحى ترافق استثناء هذه السنة إجراءات احترازية في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد. مستودعات على قلتها بالعاصمة الاقتصادية نالت تراخيص بتسويق الأضاحي منذ أيام على منوال المتاجر الكبرى المرخص لها حصرا هذه السنة بعد منع عشرات الأسواق التي كانت تفي بالغرض خلال السنوات الماضية. أهم ما يلاحظه الزائر هذه السنة انخفاض ملموس في أسعار الأضاحي. ثمن الكيلوغرام الواحد هذه السنة 40 درهما، والسبب يوضحه فيما يلي بعض الباعة. أتمنى بالنسبة للعام اللي فات شوية، العام شوية القضية شوية كنت ثمن مناسب بالنسبة للمواطنين، فهمت؟ كان شوية، العام الأول كنا نبيعوا ب 50 52، هذا العام كنبيعوا ب 47 48، والناس راه مكرفسين، الكسابة مساكن وهذا الشيء راه ماشي، واخا يبيعوا باش ما باعوا راه ما يسلكوش في هذا الشيء، الناس راه محنين، فهمت؟ الوقاية حنا دايرين مطبقين الشروط، تبقتها الوزارة الصحة وداك الشيء عم تبقينه، وكاين التعقيم وكاين داك الشيء النظام، داك الشيء هو هذاك. المواطنون يقبلون هذه السنة على اقتناء الأضاحي، وخلافا للمواسم الماضية كمامة إجبارية خلال التسوق. تعقيم اليدين بداية قبل الدخول إلى هنا واجب وقائي ضد مخاطر فيروس كورونا المستجد. الكمامة ضروري، والتعقيم ديال اليدين ضروري، وبين إنسان متر ومتر ونص ضروري. السوق غادي مزيان دابا، والجائحة الحمد لله غدوز باش ما، والحولية الحمد لله كاين موجود، والجودة كاينة، والحمد لله الله يدوز هذا العيد إن شاء الله بالصحة والسلامة لجميع المسلمين والأمة المسلمين جميعا. مع هذا الوباء نطلب الله يرفع علينا البلاء والوباء، يا ربي الله يرفع علينا هذا المرض ويرفع علينا هذا الشيء ويهدينا بعضنا على بعض. هذا العيد راه سنة ولكن ماشي ضرورية مؤكدة، على حسب الاستطاعة، اللي قد بسم الله واللي ما قد شيء، راه الرسول ضحى على الأمة. انتقلنا إلى جماعة الدار البيضاء لمعرفة تفاصيل الإجراءات الاحترازية المفعلة هذه السنة ضد الوباء المستجد. بتنسيق مع السلطات وضعت الجماعة لافتات بارزة تمنع ولوج الأسواق المخصصة للمواشي دون كمامات، مخافة أن تتحول هذه الفضاءات إلى بؤر وبائية تزيد من خطورة تفشي فيروس كورونا المستجد. المنع كان لأسباب يفسرها فيما يلي نائب رئيس جماعة الدار البيضاء. بالنسبة للمحلات ديال كباش ديال العيد ما كاينش كراء نهائيا، يعني كان اتفاق مع السلطه وسميتو على اساس انهم ما يكونوش، ما يتفتحوش المحلات الحوانت اللي موالفين غادي يتحو داخل البنايات السكنيه، ما كاينش. ولكن خارج هذا الشيء، اما مثلا الفضاءات الكبرى بحال المرجان، بحال الماكرو، بحال سميتو كارفور، بحال الاسيما، بحال كلهم هذوك اللي معروفين دابا عندهم فضاءات فين يديروا يعني هاد البهائم، بيع البهائم ماشي مشكل. ولكن بالنسبه للمحلات حوانت ما مرخصينش، وبالتالي لا تفتحت شي حاجه، حنا كنطلبوا من المواطنين بالغونة، وحنا غادي نديروا الاجراءات اللازمه باش نغلقوا هذا الشيء، لانه باش اليوم حنا في ظل هذا الشيء ديال جائحه ديال كورونا خاصنا حمايه المواطن، وهذه الاجراءات اللي كدار كلها لفائده المواطن والحمايه المواطن خاصنا نتعاونوا عليها، وما خاصناش الناس يتجرؤوا يفتحوا بلا ترخيص في هذه المجالات هذه. ولجأ مجموعه من الباعه الى عرض المواشي للبيع باسواق خارج المجال الحضري، بينما اختار آخرون اللجوء إلى محلات سرية ضواحي العاصمة الاقتصادية. وزارة الفلاحة وصيد البحر والتنمية القروية والمياه والغابات أطلقت قبل أيام دليلا عمليا يحدد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المهنيين داخل الأسواق المؤقتة، وكذا بالنسبة للمهن الموسمية، من أجل الوقاية أكثر من فيروس كورونا المستجد.